كيف نعرف الإمام الصادق صلوات الله عليه؟ تعريفه عن طريق الإمامة العلمية. قبل حوالي أكثر من 30 عاما انعقد هنالك مؤتمر. هذا المؤتمر بحث حول حياة الإمام الصادق صلوات الله عليه، ونشر هذا الكتاب في عام 1970 ميلادية باللغة الفرنسية، ثم بعد ذلك ترجم إلى اللغة الفارسية بعنوان إمام صادق مغزى متفكر جهان الشيعة، ثم ترجم هذا الكتاب إلى العربية بعنوان الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب. هذه عبارة جاءت في هذا الكتاب، يذكر قبل أكثر من 1000 عام خلافا لجميع العلماء، الهوى كان عند العلماء عنصرا بسيطا. هذا الكتاب يقول أن الإمام الصادق صلوات الله عليه أول من قال بأن الهوى مركب وليس بسيط. متى اكتشف العلماء هذه الحقيقة؟ في القرن 18 الميلادي، يعني بعد الإمام الصادق بأكثر من 1000 عام. العالم الفرنسي المشهور الذي يقال له أبو الكيمياء الحديث، وتعلمون شنو كان مصير هذا العالم الذي اكتشف في القرن 18 أن الهواء مركب وليس بسيطا؟ المقصلة اللي كانت في الثورة الفرنسية، أخذوا هذا العالم وخلوا راسه في المقصلة وأنزلوا عليه المقصلة قطعت راسه. هذا الكتاب يقول إن الإمام الصادق أول من اكتشف ذلك. عنده عبارة في هذا الكتاب يقول: فلا بد إذن من الاعتراف بأن جعفر الصادق صلوات الله عليه بذهابه إلى أن الهواء مركب من عناصر مختلفة قد سبق عصر العلم والاكتشافات الحديثة ب1000 سنة. يقول: وعند الشيعة أن جعفر الصادق صلوات الله عليه كان يعلم المجهول ويكتشف أسراره بقوة الإمامة، وهو قوة إلهية لا تتوفر إلا للإمام المعصوم وحده.